السباحة تود له أكتمطمط فيا. شكون؟ أنا أخوك. شكون خويا؟ إحنا دابا في كرش منق، بقى لنا 3 شهور ونخرجوا للدنيا. وشنو الدنيا؟ الدنيا كيفاش غنشرحها ليه؟ شوف، مني غنتولدوا غنوليو بنادم. وشنو بنادم؟ ريكي عصب بنادم بعشر صفر حمر كحل. ودابا احنا كحل ولا صفر؟ احنا كحل، احنا كحل راس. اجي بعد التق شحال قلتي لينا وباقي غادي ننزل الدنيا؟ باقي لينا 3 شهور. تا والله ما غنزل ليهم، يا الله ما غنزلش. اصبر اخويا اصبر، ما بقى قد ما فات. او تمن ديبار غنبداو بالصبر. فكرتيني في الصبر. البارح في الليل بابا سمعتهم قولي سمعت بابا قال ماما عاوني بالصبر. وعرفتي اخويا بابا وماما وضري فين مساكن، وفهمت من كلامهم انهم مغاربة وانا وياك غنتولدوا في المغرب. اجي بعدا انت دابا اللي كتسير كتغبن وتبكي، انت بعدا عارف شنو هو المغرب؟ لا. وعلاش كتبكي؟ خاطري هرب ليا منه. ورا انا اللي خاطري هرب ليا منك. بارح ماما داوي مع صاحبتها في التليفون، قالت ليها شي دواور غرقوا والناس ماتوا. وشنو الدواور؟ دواور هي برارك حفاري. وشنو غرقوا؟ غرقوا ماتوا مساكن، ماتوا بالشتا. وشنو التليفون؟ ناني والله تعصبتيني بعد مني. التليفون واحد اللعيبة إلا كانت أنا عندي وانت عندك، واخا تكون انت في سبتة وانا في مليليا نتسامعوا. فهمت. واشنو سبتة ومليليا؟ سبتة ومليليا هادو توام بحالي انا وياك، ولداتهم ماماهم ويا تخلى عليهم ويا تربيهم صباني. انت ما كانش بغيت صباني. سبتة ومليليا. وانت مالي انا بحالك؟ انا راه ما كنعس ما كنشوفو الليل وما طال وانا سامر. كنجمع معاهم، كيشعلوا التلفزيون كنخرج راسي ونتفرج معاهم، ما كنزقد حتى حاجه. امودو سبونج بوب صفقه القرن، الحوتيين تعديل الحكومي خاشوق جي السيسي ود الحرام بلاحه. انت كتعرف بلاحه كطل؟ واشنو خاشوق جي؟ واحد غرق في تارودانت بالشق. لا بالمنشار. تنوض. تشنو واقع؟ الطبيب غايدير لماما السكانير. نوض. واشنو الطبيب عاود تاني؟ انت زعما فهمتي السكانير بقى الطبيب. الطبيب هو اللي غايخرجك من هنا. وانت مابقاش تقول لي خرج، وانت تفرق بعد مني. سيب على راسي. شو كدير؟ لاقي الطبيب ومازال كتفشش. جمع رجلك. شنو علاش اصاحبي؟ باش ما يعرفونيش واش دراري ولا دريات. علاش ما دراري؟ غيختنونا. تجمع رجلك اصاحبي. انا جايبها. انت ما كنت تهري علينا تسحب راسك في دوزيمو. لاقي الطبيب ومازال كتفشش. كاين اللي ما لقاش الطبيب. كاين اللي ما لقاش الطريق. اواه. كاين اللي ما لقاش المدرسه. انت اش كتقول؟ وحق الله. وكاين اللي ما لقى الماء ما يشرب. الماء؟ كاين اللي ما لقاش الضو. لا ما لا ضو. وترى كاين اللي ما لقاش باه كاع. واشنو كاع؟ هي باع. واش كاين المدرسة؟ هذيك عصبني. المدرسة هي واحد البلاصة مني نكبروا غنقراو فيها، غنتعلموا فيها الحروف. شي انا وياك غنقراو بالفرنسي. عرفتي باقي مزيان وغنكونوا من المتوجين والمتوجات. وشنو هي المتوج واش تقام ليا؟ المتوجين هما المتفوقين. بغيتي تقول المتفوقين؟ لا بغيت نقول المتفلقين. المتوجين غير كيتوجوهم كيمشيو حدا البرلمان يبغيو يخدموا كيفلقوهم.
والطبيب الطبيب دوا الصحاح وخلاه مع طيب وتضحك معنا مالك تاع مغوبش الله يستر منك حسن وياك الكرشي باقى عليا ثلاث شهور راه نولي واحد اخر عفكس حتى كتصحى ناسك تولد في السويد تا داير المغرب راه حفره وطحتي فيها غير حتى المكازلا والقريب دابا تشوف مينتي مينتي باقى عليا ثلاث شهور ونخرج ونخدم ونتزوج ونخرج وليداتي ونفوز موت العدو موت 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 عادو اسمو خدمو تدقات يا الصحاح قاقي روش بهالك قتلت لمس كيكا صاحبي البارح كيكا اليوم كيكا غدا كيكا راه كتوحم كتوحم ماما كتوحم على كيكا واشنو كتوحم دابا المراه ملي كيكون عندها بيبي في كرشها كتبدا كتشهى هذاك هو الوحم كاين اللي كيتوحم على اللوز كاين اللي كيتوحم على الفواكه كاين اللي كيتوحم على الفوسفات وكاين اللي كيتوحم على فلوس الشعب كاع كاع هي بار واشنو فلوس الشعب فلوس الشعب هي الثروه واشنو الثروه كتعصب اصاحبي الثروه هي المعادن الحوت الفوسفات البيض الشمس عمار كلشي الحوت ما كاينش ما فهمش اخويا خليني الناس صافي باغا الناس ليش كيدير الناس وباين انت غتكون شي برلماني باين وتا ماما هاد الايام عاطي البنانه واعر صاحبي وزوين ترى موسكا صاحبي لا دي القوس طريفة واعر ولكن انا عجبني داك اللي كلينا البارح واو دلع ناري واعر ديال اكادير عرفتي مرمل واعر حمر وحلو عرفتي اخويا باقا لينا سيمانة وترى ما كاين القص مني غنخرجو انت تفرق بعد مني وترى ما غنخرجو صافي غنضرب مقبل نشوف هاد البنات والله اخويا لا كتعصب فراسك راك خارج خارج وعلاش حنت الكونتر عندنا فيها غا 9 شهور متاكد المغرب وانت مال المغرب مالو وانت ما حاملو ما قابلو والله تا ناضي وعرفتي هالطاكوس وقدك وفيه الفريت لداخل وعلى برا وما كاين التحريك ميري ونخرجو شي انا ما خارج وانا خارج مغربي وافتخر شنو هو ايه مغربي مالك قوله وعمر بها فمك مغربي جوج بحوره جبال الاطلس اسود الاطلس واخرج في نص الليل وما كاينش اللي يدوي معاك وانا ساكت الطرقان والضواو والجرادي والمهرجانات وموازين نشاط نشاط اخويا واش المهرجانات المهرجانات اه ودبر عليك انا وراك اللبساله شنو واقع اخويا اسمع اسمع ما خيرش ما طالش اسمع هادي ما غتكون سعيده قتلتيها بالركيل شنو الركيل هو التفركيل كتفركل اصاحبي كتفركل شنو سعيده سعيده هي امك ماما انا وياك سميتها سعيده اوان وعايشة في المغرب وسعيدة تبعد اللي بالك تعوج فمك المغرب المغرب شتا توجه المغرب بعدا ترى سر امك تولد في السويد ولا في كندا ولا سويسرا خليني تولد في الالمان يقتل بوك الكز